الإيجابي والواقعي مع الحادثة المأساوية للطفل ريان، فقط للإحاطة علما بجميع تفاصيل الواقعة من ألفها إلى يائها. الأمر يتعلق بسقوط عرضي لطفل عمره 5 سنوات في ثقب مائي تعود ملكيته لوالده. الثقب المائي يتواجد بجانب السكن الأسري. الثقب المائي كان يتجاوز عمقه في سنة حفره 60 متر، لكن لكونه قديما ولسنوات عديدة ترك مهجورا، فقد تم ردم تلقائي والعشوائي لما يزيد عن 28 متر. المسافة المتبقية هي 32 متر للثقب المائي جاف لا يتوفر على أي قطرة مائية. الطفل لما سقط اكتشف والديه بعد مرور حوالي 4 ساعات بأن الطفل يتواجد بقعر الثقب المائي. اتصل بالسلطة المحلية الدرك الملكي مختلف المصالح الحكمية بمختلف تلاوينها، حضرت إلى التو إلى عين المكان. الوقاية المدنية مشكورة عملت محاولات عديدة ومتعددة لكن دون جدوى، لسبب بسيط هو أن القطر الثقب المائي كلما نزل إلى العمق كلما ازداد ضيقا، لذلك كان من الاستحالة بمكان نزل أي شخص كيفما كانت بنيته الجسمانية. متطوعين مشكورين لا من الساكنة المحلية لا من سكان مدينة شفشاون ولا حتى من مدن بعيدة جاءوا تطوعوا استجابة لرغباتهم الملحة. عملنا على محاولة إنزالهم لكن دون جدوى. المشكل يطرح في ال4 أمتار الأخيرة حيث أن القطر لا يتجاوز على أبعد تقدير 38 سنتيمتر، لذلك من المستحيل أن ينزل أي شخص، ولم نعمل على ذلك تفاديا لي أولا لأن البئر لأن الثقب المائي عشوائي وقديم مخافة الردم والهدم، قد نسقط في ما لا يحمد عقباه، قد يسقط جلد الصلب على الطفل ريان. ثانيا حفاظا على أرواح المنقذين. ثالثا العامل التقني هو ضيق القطر الثقب المائي. مركز القيادة الإقليمي للأمن منعقد بعين المكان منذ الساعة الأولى للحادثة برئاسة السيد عامل، حضور مختلف المسؤولين الجهويين لمختلف المصالح الأمنية تقني المسح التوبوغرافي، مشكورين من مختلف المعارف الإعلامية. 5 آليات للحفر تم تجنيدها، كما ترون المساحة كبيرة، لا يتعلق الأمر بحفر حفرة صغيرة وإنما هي حفرة كبيرة شبيهة بالتل الجبلي. تقنية المسح الطبوغرافي، تقنيين المختصين في مجال الحفر. العملية ليست بسهلة بل هي عملية جد صعبة ومعقدة، لأن المغزى من كل ذلك هو أن لا تتم عملية الردم، لذلك أن العملية لا تتم بشكل عشوائي، تتم بحذر وتقنية وتوجيه من التقنيين المتواجدين بعين المكان مخافة الهدم والردم. لحدود ساعة تجاوزنا 22 متر. نتمنى من الله أن في الساعات القادمة أن نصل إلى المستوى الموازي لقاع الثقب المائي حتى نعمل على إحداث ثقب أفقي في حدود 3 متر لكي نصل بسلام إلى الطفل ريان وتفادي ما قلته سالفا للردم أو الهدم نظرا لأن التربة جد 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 هشة. هناك مروحية تابعة للدرك الملكي بعين المكان بأرضية الهبوط المتواجدة على بعد 5 كيلومترات من المكان الحدث بجماعة تمرك، وهي للحاجة إن قدر الله تم الضرورة إلى نقل الطفل ريان إلى أقرب نقطة استشفائية مختصة. بمقابل ذلك تم توفير سيارة إسعاف بإحدى الوسائل الطبية يترأسها فريق طبي متكامل. هذا الفريق الطبي يترأسه طبيب إنعاش متواجد بعين المكان يتدخل في اللحظة الأولى لإخراج الطفل ريان. إذن كلنا أمل إن شاء الله ودعواتكم وأملنا في الله أن سيد الرئيس الحالة الصحية سيد الرئيس الحالة الصحية ديال الحالة الصحية ديال ريان الحالة الصحية ديال ريان كما هي.
من الصعب جزمه فيها لكون يتواجد على شخصية على وضعية كأنه نائم. نتمنى من الله أن يكون بصحة جيدة، لا نعلم إن كانت صحته جيدة أم لا، حتى يتسنى لنا الوصول إليه إن شاء الله سالما معافى. كان صراحة سيادتكم على أن القطر يعني اللي وصلنا ليه حاليا 22، وقلتي باش نوصلوا القطر المحدد، شنو هو القطر المحدد إذا كان ممكن؟ للتوضيح، للتوضيح الثقب المائي العمق ديالو كيتجا في حدود 32 متر، لا بد أن نصل إلى 32 متر لتكون العملية أكثر سلاما وأمانا، مخافة أقولها وأكررها من الردم والهدم، لأن نوعية التربة جد 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 هشة وهو ما لا نريد السقوط فيه. كان هناك تداول للعديد من التصاريح منذ صباح اليوم، منذ فجر اليوم هناك أنباء كانت تقول على أن المسافة الفاصلة 12 متر تقلصت هذه المسافة إلى 6 أمتار عند الساعة 9 صباحا، ثم عند الساعة 1 زوالا قيل لنا بأن المسافة التي تفصل بين الطفل ريان وبين آلة الحفر هي 12 متر. المشاهد الكريم سيدي المحترم يريد أن يعرف المسافة الحقيقية. أتكلم معكم من موقع المسؤولية، المسافة الحالية تجاوزنا 22 متر بقليل، أما ما قيل من كلام فنحن لسنا مسؤولين عنه، ليس من جهة رسمية. المسافة التي تم حفرها إلى حدود ساعة تجاوزت 22 متر بقليل، من طبيعة الحال لا يمكننا الحزم في المدة الزمنية المتبقية لعمل الحفر برمتها لسبب بسيط، وهو أن المدة الزمنية تختلف من متر إلى آخر، حيث أن هناك تربة هشة وهناك صخور وهناك أحجار. شكرا. سيد الرئيس، لا زال ابننا ريان على قيد الحياة. الأمل في الحياة أخ كريم يظل قائما بالطبيعة الإنسانية، لا يمكن أي شخص أجزم في أنه هناك شيء آخر غير أن الطفل ريان على قيد الحياة. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا أول تصريح المسؤول حول الواقعة ديال ريان، أعطانا القرار في الظرفية الحالية أنهم وصلوا 22، والعدد اللي خصهم يوصلوا ليه في المسافة بطبيعة الحال ديال البئر اللي هي 32. السؤال اللي كيطرح ذاته هو 22 في مدة يومين، هل الطاقة ديال ريان غادي تقدر تحمل هاد الظرفية الأخرى باش نوصلوا 32؟ هذا السؤال الأول، نظرا لضيق الوقت ونظرا لعدد كبير ديال الزملاء، لأنه بطبيعة الحال كل شيء خصو ياخذ تصريح وكل شيء خصو ينور الرأي العام. هذه مجموعة من الأسئلة غادي نعود نطرحوها معاه وتنتمنوا أنه يعطينا عليها جواب. الوضع شبه مستقر، الآليات تشتغل، ولكن السؤال الجوهري في الموضوع هو وضع الصحي ديال ريان. مادام أن المسؤول يتكلم على أنهم أهل التتبع واليقظة، تنتمناو أنه يعطيونا جواب حول التتبع الصحي للطفل، وكذلك التنفس ديالو، وكذلك الطاقة الاستيعابية ديالو هو 5 سنين، واش قادر ولا ما قادرش أنه في الظرفية الحالية يتحمل هاد المدة اللي قضى وهو لا زال في البئر. مجموعة من الأسئلة تطرح بقوة، غادي نحاولوا ما أمكن نشوفوها معاه إلى توفقنا. تبعوا معايا.